إلى ذلك خرج مواطنون وتجار في احتجاجات واسعة النطاق للمطالبة بحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تثقل كاهل الإيرانيين. وهتف المحتجون ضد التدخل الإيراني في دول المنطقة وفي سوريا على وجه الخصوص، والذي تبعته أضرار كبيرة أنهكت الاقتصاد وأتعبت المواطنين، وطالب المحتجون نظامهم بالانسحاب الفوري. وتأتي هذه الاحتجاجات تزامنا مع النقاش البرلماني حول الانخفاض المستمر للعملة، حيث بلغت أدنى مستوياتها لأول مرة في التاريخ، حيث وصل سعر صرف الدولار إلى 87 ألف تومان.